زي مثلا، وهي رسالة للاعب تم طرده من الأهلي من أيام ما كان في قطاعات الناشئين. هو عارف تم طرده، مش هتكلم في هذا الأمر إنه حاجات ما أقدرش أتكلم فيها، لكن بعيدا عني يعني. ولكن اللاعب ده اللي تم طرده حاول مرارا وتكرارا العودة للنادي الأهلي، وخصوصا لما لعب للفريق الأول، ولكن كل محاولاته فشلت. انضم لأحد الأندية المنافسة وعشم نفسه ان هو هياخد بطوله، ولكن ما خدش. اتصدم لانه الاهلي خد الاخضر واليابس في هذه الفتره. فهو من هنا بيكره النادي الاهلي. فمثلا قال لك ايه؟ قال لك في لعيبه مش مهم تلعب في الاهلي، المهم تكون موجوده على الدكه وتاخد البطولات. طب ما تشوف نفسك، لا خدت بطولات وانت بتلعب ولا انت على الدكه. دكة الأهلي حتى ما رضيتش بيك. يعني قلنا عشان تيجي نجيبك رقم اتنين أو تلاتة، لا مش اتنين، تلاتة كمان في مركزك، تم رفضك. حتى عشان نجيبك رقم تلاتة أو والله بجد موضوع واضح معروف يعني. فهو موهوم وفاكر إن الأهلي وجماهيره مركزين معاه. وهو ما حدش بيشوفه، ما يعني هو وبقية العيلة. هو واخد اتجاه يهاجم النادي الاهلي ليل نهار عشان ياخد رضا جماهير المنافسه، ولكن هو مكشوف. واعتقد ان هو يعني لا مكان ولا مكانه ولا تاريخ ولا اي حاجه خالص. معروف مثل هؤلاء الاشخاص معروفين. وانا بقول لحضراتكم ان هذا الشخص اتطرد من النادي الاهلي. مش هقول ليه يعني، لان حاجات انا ما يصحش ان انا اتكلم فيها، وحاجات بعيد عني تماما يعني، مش في هذا البرنامج نقدر نتكلم في مثل هذه الامور، ولا في اي قناه الاهلي ولا في غيرها المفروض يعني، ولكن من ناحيتنا احنا لا. فمن فضلك خلي بالك من كلامك، من فضلك لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وعن جمهور النادي الاهلي وعن لعيبه النادي، انتقد. انا ما بقولش لا تنتقد، انتقد، ولكن انتقد اداء فني. انتقد، قول ان فلان الفلاني ده ما بيعرفش يرفع اوفر، فلان الفلاني ده ما بيعرفش يعمل مش عارف ايه، انتقد تحركاته في الملعب، ده حقك. انت راجل على يعني لعبت كوره، مش هقول لا لعبت كوره، ولكن بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذا الوصف خلي بالك من كلامك. وللمرة الأخيرة بنقول هذا الكلام، بعد كده هيبقى عندي كلام تاني خالص أقدر أقوله، ونشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر.